بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وهذه الآية جاءت بعد الكلام عن عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقصته في الميلاد وما قيل فيه وما برأها الله منه، كل هذا عقبه الحق سبحانه وتعالى بقصة الاختلاف في عيسى. فاختلف الأحزاب، لا من خارج المؤمنين به، ولكن من داخل المؤمنين به. فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني مش حاجة ضد عيسى من الأول، لا، هم اللي تابعين لعيسى نفسه. فاختلف الأحزاب من بينهم، ومعنى الأحزاب جمع حزب، والحزب هم طائفة التقت حول مبدأ من المبادئ يدافعون عنه ويعتقدونه ويسيرون في حياتهم على وفقه، زي ما بنشوف الأحزاب، يعني جماعة بيجتمعوا على رأي من الآراء يعتقدونه ويخضعون حركة حياتهم لخدمة هذه العقيدة. قال الحق بعد ذلك: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فكأن عقوبة الأرض لا تناسب ما فعلوه، ولكن عقوبة الآخرة هي التي تناسب ما فعلوه. فويل لهم من مشهد يوم عظيم. اليوم المشهد العظيم ده اللي تبلى فيه السرائر، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا اليوم هو ذا المشهد العظيم اللي كل واحد يشهده. ليه؟ لأن العذاب في الدنيا يشهده المعاصرون، ولا يشهده السابقون، ولا يشهده اللاحقون. فالمشهد العظيم هو الذي يشترك كل الخلق في رؤيته، فإن كان تنكيلا كل واحد يشوفه، إن كان توبيخ كل واحد يشوفه. وهذا وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير، الإنسان الذي يعذب يمكن هو يقدر يحتمل في نفسه، إنما كل الناس تشوفه في هذه المآلة بعد أن كانوا يرونه جبارا، يرونه عاتيا، يرونه ظالما، كل ده وبعدين يشوفوه في الموقف ده. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أليس هذا بالحق؟ اللي قلنا لكم عليه ده حق ولا؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، وبعدين يقولوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الإيه؟ من المؤمنين. بل الكلام ده كلام، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهر لهم ما كانوا ايه، مش يختفي عنهم، لا، ظهر لهم الذي كانوا يخفونه، كانهم كانوا يعلمون ايضا شيئا عنه ولكنهم ايه، يخفونه. ولو ترى اذا الظالمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ممكن أسمعنا وصبرنا، يعني ليه وأبصرنا ليه؟ يعني لأنهم كانوا الأول بيسمعوا عن غير واحد، بينفروا وبيبصروا الآيات ولا يؤمنون بها. قال لهم: أنتوا دلوقتي السمع بتاعكم إيه؟ قوي، كل حاجة بتحصل بتسمعوها، وكل حاجة هتحصل إيه؟ أسمع بهم وأبصر. حتى أن الإنسان لا يتعجب من سمعهم الدقيق ومن بصرهم المحيط. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سماعهم الآن وما أشد بصرهم. كانوا في الأول يحطوا في أذانهم كده صبعهم في أذانهم ويعموا عن آيات الله الواضحة، آيات التي تدل على الصانع الحكيم، الآيات الكونية، الآيات التي تثبت صدق الرسل، الآيات التي تحمل أحكام الله إلى خلقه. كل دي ما كانوش لا بيسمعوا ولا يبصروا، لا يبصرون الآيات ولا يسمعون التوجيهات، إنما دلوقتي عادوا بيسمعوا كويس وعادوا بيبصروا إيه كويس. أسمع بهم وأبصر، تقولها حين تتعجب من قوة السماع وقوة الإيه وقوة الأبصار. يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر في هذا اليوم، خلاص. ليه؟
لأن الإنسان في الدنيا بحكم خلق الله لهذا الخليفة اللي هو الإنسان أعطى لإرادته السيطرة على جوارحه. يعني يقول للرجل امشي للمسجد تمشي، تروح للخمارة تروح، الإيد اضربي ألم تضرب ألم، اسرقي تسرق، ربيتي على يتيم كده وخدي بإيد واحد، كل حاجة اللي عايزها تعمله. فكأن جوارح الإنسان وطاقاته مسخرة لإرادته بيكون ربنا عمله مختار. قال له الإرادة أنت لك مطلق الإرادة، لسانك تستطيع أن تنطق به لا إله إلا الله، ويستطيع الكافر والعياذ بالله يقول إيه ما فيش إله، أو يقول الله له شركاء، أو يقول الله ثالث، لا بيعصى في دي ولا بيعصى في دي. ليه بقى؟ أم قال لك لأن الله جند كل طاقات النفس وملكتها لمين؟ لخدمة إرادته، عشان هو هيعاقبه على هذه الإرادة، يشوفه يريد الخير الموجه إليه ولا هيريد الشر المنع عنه. لكن في يوم القيامة الإرادة تنحل، ما عادش في إرادة أبدا. ولذلك قلنا الإنسان بيملك طاقاته بإرادته، لكن ربنا هيقول لمن الملك اليوم؟ ما فيش حد، خلاص انتهت المسألة. ولذلك ضربنا مثل سابقا وقلنا هب أن سرية من الجنود عليها ضابط وراحوا في مكان بعيد بمهمة، الجنود مأمورون أن يطيعوا هذا القائد، ولو أمر غلط لازم يطيعوه. فإذا جاءوا إلى قائد أعلى يبقوا يقولوا له لا ده حصل منه كيت وكيت 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 وكيت، ولذلك ستشهد الجوارح التي أعانت إرادتهم على مرادهم ستشهد عليهم أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، يوم تشهد عليهم إيه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. طب ما أنت اللي كنت بتعملي؟ قال لك لا أنا كنت محكومة بملك الإرادة، كان يملك الإرادة علي، لما انتهت ملكية الإرادة قلنا اللي عندنا بقى اشتكين وقلنا الحق. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم أسمع بهم وأبصر، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا في الحشر بقى والحساب والجزاء. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يا ريتهم كانوا فهموا الحكايه دي، انما هم ظلموا مين؟ ظلموا انفسهم، هم ظلموا ربنا. هل بكفرنا بكفر الكافرين بالله انقصوه شيئا من سلطانه او ملكه؟ انما هم لا، هم انفسهم ظلموها. ليه؟ ام قال لك طب ايه اللي انت بتظلم نفسك؟ طب ما هو انت نفسك ايه بتظلمه؟ أم قال لك لأن في عقل واعي يستقبل الأشياء، وفيه نفس صاحبة شهوة تصادم هذه الأشياء. فالنفس صاحبة الشهوة العاجلة دي المنهج يقول لها بلاش دي، ده هيجيب لك شر، ده هيسيبك كذا، يعمل لك كذا. لكن النفس بشهوتها تعمل ايه؟ يقوم هو يدي للنفس مرادها، الجوارح تدي للنفس مرادها. ساعة ما تدي للنفس مرادها إياك أن تفهم إنها حنينة قوي عليه وبتدي لها مرادها، ده هو ظلمها. ليه؟ لأنه حرمها خيرا كثيرا باقيا يأتي بعد وجاء لها بعذاب، يبقى ظلم مين؟ ولكن الناس أنفسهم يظلم. وأنذرهم يوم الحسرة، الحسرة هو الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما تلقى شيئا لا تستطيع أن تدفعه، ويبقى ندم شديد. يبقى إذن فيه ندم وفيه حسرة. الندم قد يكون على شيء فاتك من الخير ولكن يمكن أن يتدارك، لكن الحسرة ندم على شيء فات ولا يمكن أن يتدارك، هذه الحسرة الحقيقية. مثلا التلميذ يجي في امتحانات الشهرية وبعدين يسقط يندم. ليه؟ لأن ممكن يتجدعن ويعوض الشهر الثاني، إنما جه في آخر السنة يبقى ما فيش، تبقى دي حسرة بقى. يبقى إذن الندم حزن على شيء فات من الخير ومن الممكن إنه يتدارك، لكن الحسرة تأتي على شيء إيه. ولذلك حولوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله، يا حسرتنا، يعني يا حسرة هذا أوانك، تعالي لنا. بينادوا هم الحسرة، الحسرة تقول لها تعالي يا حسرة لأن دي أوانك بقى. إذن فالحسرة الندم الشديد على خير فات لا يستطاع أن يتدارك. وأنذرهم يوم الحسرة،
إذ قضي الأمر. إيه اللي قضي؟ قال لك ما عادش ممكن تتلافى، اللي وقع وقع ولا يمكن تلافيه. ولذلك هم يقولوا يا ليتنا نرد برضو، ده كلام برضو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى قضي الأمر يعني لم يعد هناك مجال لتدارك ما فات، ويبقى الواقع قضي الأمر انتهى. ومن اللي قضاه؟ قضاه من لا يملك أحد الرد عليه، ما فيش حد تاني يقول لا طب شوية، طب استنى على مهلك، طب أنا لا أنا أنت قلت كده وأنا قلت كده، ما فيش قبل أن له، ما فيش إله إلا هو، ما فيش. قضي الأمر. حتى قال في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حينما يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل أهل النار النار، يأتي بالموت بصفة كبش ويقول للمؤمن أتعرفون هذا؟ قالوا نعم هو الموت، جاءنا وعرفناه. ويقول للكفار أتعرفون هذا؟ قالوا يعرفناه. فيميت الله الموت ويقول لأهل الجنة خلود بلا موت، ولأهل النار خلود بلا موت. الله إيه؟ طب ليه كده؟ أدي قضي الأمر. ليه؟ أم قال لك لأن اللي في حاجة يقول لك يمكن يدركنا الموت ونستريح. لا، الموت هو جبناه وشخصناه، مشخص مش معنى مشخص كده ونذبحه ونموته. يبقى مات الإيه؟ يبقى مات الموت. وما دام مات الموت يبقى حتى ما فيش أمل عندهم في إنهم يمكن إيه. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، يقضى يعني موتني. قال لك ما عادش دي، لأن الموت نفسه إيه اللي حصل له؟ الموت نفسه مات، مات الموت. نعم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغفلة إن الإنسان يصرف ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته ولكنه غفلا عنه، لأن الله ما كان ليعذب خلقا إلا وقد أظهر لهم الأدلة، الأدلة للعقل الطبيعي يستقبلها فيؤمن به. إما اللي ما بيسع يعني اللي ما بيؤمنش ده بيعمل إيه؟ غافل عن هذا أو متغافل عنه أو جحدوا بها واستيقنتها إيه؟ واستيقنتها أنفسهم. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله، نرث الأرض؟ ما هي الأرض بتاعتك يا ربنا، حتى والدنيا موجودة. قال لك لا، هو مالك أعلى وملك من خلقه من ملك، لكن هناك ما عادش حاجة، حتى سيطرة على جوارحك ما عادتش، ما عادش لك ملك خالص. يبقى الأول إيه؟ الله مالك أعلى وملك خلقه، لكن في الآخر يقول لهم أنا اللورس بقى، أنا اللورس، أقول ما حدش له إيه؟ ما حدش له حاجة أبدا. أم قال الله، طب ودي مش قالوا زمان لو رددنا برضو حنرى خير برضو، ولئن رددتم لأجدن خيرا من هذا؟ لا يا أخوي، أنت مش هترد، أنت ترد إنما مش هتجد خيرا من هذا. ليه؟ لأن الذي ملكك من باطنه خد الملك كله بتاعه، وهو بقى هو الايه؟ هو الوارث الوحيد، الوارث الوحيد. وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ليه هم في غفلة؟ أم قال لك ما دام قضي الأمر، أصل يقول لك من مات قامت قيامته، والموت بقى من حكمة ربنا ما ادالوش معاد، ما بينش له وقت. ليه؟ أم قال لك ساعات يكون الإبهام، إبهام الوقت هو عين البيان للوقت. إزاي؟ قال لك لأنك لما أبهمه، أبهمه سنا ملوش سن يبلغه الموت، يبقى بطنه مسقط ويسقط، ويسقط يوم واثنين وشهر وتسعة ويقع، وبعدين يتولد برضو يوم اثنين ساعة، مسألة محدش عارفها. وبعد ذلك أبهمه سببا، يموت ازاي؟ يموت بايه؟ برضو ما نعرفهاش. يبقى ابهمه زمانا وابهمه سببا. طب ما دام ابهمه، ام قال لك يبقى بالابهام ده بينه.
ليه؟ قال لك ليكون الإنسان على استعداد لقائه في أي وقت بأي سبب. الله، ما دام هيبقى في أي وقت وأي سبب يقوم يجيني على غفلة ولا ما يجيش على غفلة بقى؟ ما انتش عارف هتموت امتى. يبقى بقول لك كطرفة عين، يمكن دي كده على ما يطبقها تكون المسألة انتهت بسبب وبغير ايه؟ وبغير سبب. والموت، والموت من دون أسباب. يقول لك ده مات يا ما عيش، ده ما جالوش حاجة، فيش عربية دهسته، ما فيش حجر وقع عليه، ما حدش ضربه. يقول له يا شيخ والموت من دون أسباب هو السبب، مات لأنه يموت بس. نعم. وهم لا يؤمنون. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا ريتنا نورث ويروحوا لحالهم، لا ده هنورثه وهم ايه يرجعوا لنا في قبضة الملكية. نعم. وبعد ذلك، بعد أن تكلم في استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لزكريا وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم والقصة، أراد أن يعرض لنا موكبا من مواكب الرسالات التي أرسلها الله لهدي الأرض. فقال إيه؟ واذكر في الكتاب إبراهيم، ده أبو الأنبياء بقى، النبوة كلها، وإبراهيم ده القمة، لأن ربنا لما جه يمدحه قال إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إبراهيم كان أمة؟ أمة؟ قال لك آه. ليه؟ قال لك لأن ما فيش فرد يحتوي على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها. يعني مواهب الفضل وخصال الكمال أكبر من إن واحد يحتويها، لكن المجموعة يحتويها. دي شجاع وقوي البنية، وده ذكي، وده نظره كويس، وده سمعه كويس، وده ينفع في الطب، وده ينفع، مواهب متفرقة مبعترة، ما فيش واحد يستطيع إنه يعمل إيه؟ إنه يجمع هذه المواهب كلها، طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوبا في كل شيء. يبقى كل واحد فيه إيه؟ فيه لحظة موهبة كده. وكل كمال موزع في خلق كثيرين على الأول، إلا إبراهيم ده أمة، يعني كأنه خد المواهب والكمالات اللي موجودة في مين؟ اللي موجودة في إيه؟ في أمة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديق من مادة صدق، وصدق معناها تكلم بواقع، الكذب تكلم بغير ايه؟ بغير واقع، وصدق تكلم بايه؟ بواقع. ده الاسم صادق، صادق في ذاته، اي يتكلم كلاما له واقع ويوافق الواقع. طيب وصديق دي ايه بقى؟ قال لك صديق انسان بلغ الغاية في تصديق ما يأتي من الحق. ساعة ما ينقال يحكم، ما يناقشوش. ولذلك مثلا ستنا أم موسى ربنا قال لها إيه؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله أي أم واحد يقول لها لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، طب هتخاف عليه من ايه؟ من شر يجيله من الناس يمسكوه يبوتوه يعملوه. أم قال لك الله ده موت مظنون، ممكن ما يمسكوش، تقوم تنجيه من موت مظنون عشان ترميه في اليم عشان موت محقق؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ازاي يدخل الكلام ده؟ لكن ساعة وهي ما قالت ايه؟ لم يعارضها خاطر مخالف لقول الله، ووارد الله لا يعارض بوارد شيطان ابدا، مش ممكن. ولذلك خدتها قضية ايه؟ قضية مسلمة. يبقى الصديق هو الذي بلغ النهاية في تصديق الحق فيورثه الله شفافية وإشراقا، بحيث إذا سمع الشيء عرف الحق من الباطل بمجرد أول نظر. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ يديك موازين أنت بنفسك كده من غير ما تبحث المسألة. ومن هنا سمي أبو بكر رضي الله عنه إيه؟ صديق. صديق مش معنى الصادق بس، لا، يصدق كل ما يقال له موافق للحق. ولذلك لما قالوا له
إن محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ويعرف به من المقدس إلى السماء. قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق، مفيش بالنقش. يبقى معناه الصديق هو إيه؟ ولذلك وستنا مريم ساعة ما لا أنا رسول ربك لا أبلك لغلام زكية، خلاص انتهت المسألة ووثقت فيه وأشارت إليه وخلاص بقت بتعامل المسألة على أنها إيه؟ على أنها مسألة حقيقة. ولذلك يقول وأمه صديقة، وأمه صديقة. بعض الناس يقول لك صديق يعني إيه؟ يصدق في كل أقواله وفي أفعاله، يقول ده الصادق، إنما صديق يصدق، في فرق بين الاثنين. الصديق هو الذي إيه؟ هو الذي يصدق، مش يصدق، فيه يصدق وفيه إيه؟ وفيه صدق. بعض يعني كتبوها كده سطحية. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. أم قال لك ما هو كان يكون صديق يديله ربنا نقول كده يا ربي الحق من الباطل بمجرد أول وهلة دي؟ مش ضروري يكون نبي، أو سيدنا أبو بكر صديق، مريم صديقة، مش كده ولا لا؟ يبقى مش ضروري يعني هو صديق وإيه ونبي كمان. إيه الفرق بين الاثنين؟ قال لك صديق دي ذاتية عنده إشراقية من الله فيه، نبي جاي له تشريع بقى من عالي، لان قد يكون صديقا انما ما عندوش تشريع يقول لنفسه، لا بيجي له تشريع كمان، هدي من مين؟ هدي من الايه؟ من السماء. صديقا نبيا. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هو قالها بوصف انه صديق ولا بوصف انه نبي؟ بوصف انه نبي بقى جاي يعدل قواعد الناس. قال لابيه، هنا لابيه، هنا الاسم مش موجود، العالم الشخصي للاب، الاب ده وصف، انما اسمه ايه؟ اهو ده اللي في الكلام، يقول ابوك ابوك، انما اسمه ايه؟ ابوك له اسم. هنا جاب الايه؟ اذ قال ابراهيم لايه؟ لابيه. كلها لأبيه في آيات القرآن إلا آية واحدة إلا أبيه إيه؟ لأبيه آزر. دي عاملة إشكال، عاملة إشكال ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. إذن كل السلسلة إلى آدم طاهر متزوج طاهرة. فلو أن إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فلو أن إبراهيم ابن آزر والحوار، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يبقى مش طاهر. يبقى إذن أبوه يبقى معناها أنه دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم غير إيه؟ غير طاهر. ده الإشكال. فنيجي نحلل النص كده ونشوف لماذا في كل آيات القرآن لأبيه لأبيه إلا آية واحدة وجاب الاسم آزر. القرآن لما نيجي نستعرضه نجد حينما تكلم عن الأبوة تكلم عن الأبوة مباشرة والأبوة غير مباشرة. الأبوة المباشرة اللي هي إيه؟ اللي من صلبه اللي ولده على طول كده، ده أبوة مباشرة. طب والجد؟ أبوه بس فيه إيه؟ فيه واسطة. طب والعم؟ يشترك مع أبويا في جد، يبقى بواسطة برضو. إذن فهم يطلقون على العم إيه؟ أبا. نمسك نصوص القرآن نجد القرآن جاب نصين، نص يسرد الآباء اللي هم ما فيهمش كلام، يعني الأب عن الإيه؟ عن الجد عن الجد. وآية تانية مخالفة جاب الأعمام دخلها في الآباء. مثلا في سورة يوسف حينما تعرضنا لها قال فيها الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. اشمعنا اختاروا يوسف يعني عشان ينبئهم بتأويله؟ قال العلة إن يعني مسجونين نراك من المحسنين. الله، نراك من المحسنين، كأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن. إنا نراك، فكأنهم لما تعرضوا لأمر يتعلق بهم ما راحوش إلا لمين؟ إلا للرجل الطيب. إذن دي تدينا إن مقاييس الكمال محترمته حتى عند فاقد الكمال. محترمة عند مين؟ عند فاقد الإيه الكمال. لما جه الأمر يهمه ما راحش إلا لمين؟ إلا له. فلما قالوا له انك من المحسنين عرف انهم متتبعين تصرفاته حركاته اقواله، بدليل انهم عرفوا انه ايه، انه محسن. قال يعني بده يقول انتوا عرفتوا احساني من حركاتي وياكم، لكن ده انا عندي حاجات اكتر شويه. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. يبقى انا مش بس سلوك حلو كده وبتاع وحاجات، ده انا عندي كمان ايه. الله، وهم يرون فيه إحسانا، إذا صدقوا في إن عنده حاجات أكتر. وبعد ذلك ترك الإجابة عن السؤال وتكلم فيما يخصه كإنسان داعية لدين. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن إيه يأتيكما. ودي مش نصحة مني ولا إنني أزكى منكم، ذلكم مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه بالله وإيه وبالآخرة هم كافرون، واتبعت إيه ملة آبائي. بيغريهم بإني قالهم دين، يعني الميزة اللي انت شفتها فيها دي مش جاية من عندي، ده جاية من عند إنني تركت كذا واتبعت كذا. الله، ده الموضوع اللي يهمه، ولذلك هيأخر الفتوى بتاعت إيه الرؤية الآخر بعد ما يخلص خالص. مش قال إيه واتبعت ملة إيه آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. صحيح، هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، على طول على طول كده إبراهيم وإسحاق وإيه ويعقوب حال أول. وبعدين بقى وبعدين قال أنتم جيتوا يلي لكم أرباب متعددة تسألون من له رب واحد. تبقى الأرباب ما نفعتكوش والرب الواحد هو اللي إيه المنسوب إليه نفع. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما وبعدين ما تعبدون. وبعدين بعد ما خلص عظته وانتهت فرصة حاجتهم وأذنهم وياه عشان حاجتهم هم، إنما لو كان يقول لهم الحاجة يمكن أذنهم تنصرف عن سماعه. قال لك لا، اربطهم، اربط رأسهم بإنك ما تجاوبش على السؤال اللي هم سألوه إلا إيه، إلا بعد ما تقول لهم اللي انت عايزه. وبعدين قال ايه، اما احدكم فيسقي واما الاخر فيصلب فيصلب فتاكل قضي الامر الذي فيه تستفتيان ومع السلامه. يبقى اخر الايه الشاهد بقى واتبعت مله ابائي. ابائي دي جمع ولا لا؟ ابائي جمع اب. نشوف اباؤه اللي هم من ده، جابها من اعلى ابراهيم الادواه، وبعدين ايه اسحاق اللي هو مين ابن مين، ويعقوب اللي هو مين ابن مباشرة. اذا جاء بالاباء، فالاباء جمع اب. يبقى لازم نشوف في المتعدد متعددين. قال لك اباء جمع اب، وهم مذكورين ايه ثلاثة، واقل الجمع ثلاثة، يبقى ابراهيم إيه؟ واسحاق ويعقوب. ودي ابناء على حقيقتها ولا لا من اصلها؟ ادي آية. يبقى ذكر القرآن الآباء وعدد الآباء المباشرة، يوسف ابن مين ابن يعقوب، ويعقوب ابن مين ابن إسحاق، وإسحاق ابن مين ابن إبراهيم. طب التاني بقى، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك، أدي واحد، وإله آبائك. طب آبائك هي زي آبائك جمع، يعني عايزين نشوف عدد مين في الآباء دي، لأن المعدودة بعد الآباء اللي هي جمع يبقى كل واحد منهم أب.
ما دام قال آباء وهيعدد أشخاص يبقى كل شخص يذكر بعد الآباء يبقى إيه؟ يبقى أب. طبعا الأب. اتبعتم إلا إيه؟ قالوا أتبع إلهك وإله آبائك. يقول بقى كده إبراهيم. إبراهيم وإسماعيل. وإسماعيل وإسحاق. طب إبراهيم صحيح ده الجد. طب إسماعيل ده ماله دخله إيه؟ ده يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إيه دخل إسماعيل هنا؟ إيه؟ عمه. يبقى إذن يعتبر العم إيه؟ العم إيه؟ أب. بس إيه اللي إحنا عايزينه، يعتبر القرآن العم إيه؟ أبا. تعالي واحدة. إذن لو قال الحق في كل آيات القرآن بالنسبة لأبي إبراهيم لأبيه 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 كان انصرف لمين؟ أول انصرف للصليب الحقيقية، إنما هو قال في مرة واحدة لأبيه بس مش أبوه كده، أبوه آزر. أبوه مين؟ آزر. ولا يؤتى بالعلم بعد الأبوة إلا إذا كان مطلوقا على العم. إزاي بقى؟ قال لك خب أن واحد جاي يسأل عن أبوه، يقول له إيه أبوك هنا ويسكت، يقول له لا ليس هنا. لكن لما يعوز مش أبوه الحقيقي يقول له أبوك محمد هنا، يبقى إذن ما يجيبش العلم إلا حين يراد مين؟ غير الأب الحقيقي. لو الأب الحقيقي يكتفئوا إيه؟ هل أبوك موجود؟ خلاص انتهى. إنما هل أبوك محمد موجود؟ فكأن الأبوة شيعة بين إيه؟ بين أبوه الحقيقي وبين المين؟ وبين العم. إذن فقول الله قال إبراهيم لأبيه آزر مرة واحدة عشان يثبت إن آزر ده ليس هو الأب الصلبي وإنما هو إيه؟ العمومة. وبذلك يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنني نقلت من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الإيه؟ إلى أرحام الطاهرات. هنا بقى إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أولا يا أبتي، وهي كان يعني التركيب العربي يا أبي، إلا أنهم بيحذفوا الياء اللي هي دي ياء المتكلم ويجيبوا لها الايه التاء، ويقولوا ان التاء دي عوض عن ياء المتكلم. طب عوض ليه؟ ايه اللي خلاها تيجي؟ أم قال لك ده لها ملحظ. هذا الملحظ أنه يريد أن يثبت أنه وإن كان أب فيه حنان الأبوين الأب والأم، فجاب حتة تأنيس كده تشير إلى هذه. ولذلك لا تقال إلا في إيه؟ في الحنانية المطلقة. يا أبتي يبقى معناها إنه بيقول إيه؟ ده مجموع فيه الإيه؟ زي ما واحد مراته تموت وبعدين يقولوا لأبو الأولاد أنت ميت بقت فيك إيه؟ مهمتين، إيه؟ مهمة الأب ومهمة مين؟ مهمة الأم. يوم لما يجي يقول له حاجة يقول له يا أبتي. يا أبتي يبقى فيه إيه؟ فيه الملحظية. يا أبتي لما تعبده؟ استفهم منه. شوف بقى أدب الدعوة بقى هو. قال له قول لي يمكن أنت عندك حاجة مش عندني. لما تعبده؟ إيه؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أنا عايز تفهمني بلغز الفزورة دي. يبقى ما جابهوش. قال له أنت إزاي تعبد الله؟ فقال لي يمكن عنده جواب يريحنا. يقول له جابها له على صيغة الاستفهام. يا أبت لما تعبده ما لا يسمع. طيب ما قالش لما تعبد الشيطان هيقولها في الآخر. يبقى كأنه حلل الشيطان أولا إلى عناصره إنه إيه؟ إن كان صنم إن كان غير إن كان لا يسمع ولا إيه؟ ولا يبصر. يبقى إذن العلة في إننا نتجنب الشيطان أو نتجنب الأصنام والأوثان وخصوصا بيئة إبراهيم كانت كلها إيه؟ أوثان. فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. والمفروض في الإله اللي أنت عايز تعبده ده، ما معنى العبادة؟ العبادة هي إيه؟ العبادة إطاعة عابد لأمر معبود، هذه العبادة. طيب ماذا قال الصنم للناس اللي بيعبدوه عشان يبقوا يعبدوه؟ ما هو يعبدوه يعني ايه؟ يطيعون اوامره ويجتنبون ايه؟ نواهي. طب ماذا قال الصنم؟ الذين يعبدون الشمس
نقول لهم طب ماذا قالت الشمس لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا عشان تعبدوه. واذا وماذا اعدت لمن عبدها وماذا اعدت لمن لم يعبدها؟ ما نعرفش. يبقى اله بغير منهج كيف تعبدونه وتقولوا انه معبود؟ ما ينفعش لك، ما يجيش. فبقول له يا ابني لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ادي واحد. يا ابتي، برضو كررها تاني. ولذلك لما يجي واحد يحنن ابوه كل ما يتكلم كده يقول يا ابويا مش كده، يا ابويا لا، يا ابويا اسمعني بس، يا ابويا مش عارف عمال بيعمل ايه، بيصير فيه غريزه الايه، غريزه الحنان والرحم، وانني انا بكلمك كلام مين، كلام ابنه. يا ابتي يا ابتي يا ابتي، كم مره يقول يا ابتي لا تظن ان انا متعالم عليك او انا احسن منك او انا يعني ذكي قوي عنك وبجيب لك كلام، ده انا جايب كلام مش من عندي، ده كلام من اعلى مني ومنك، فلا غضاضه. ما تقولش ده الواد بيرد عليا كلام، ده الواد وقف لي في مش عارف ايه، ده الواد بيناقشني، ده مش بتاعتي انا، مش عالم عنك ولا عندي ولا ممتاز عنك ولا اي حاجه، انما انا جاي لي حاجه ايه من اعلى. يا ابتي لا لا، اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. شوف الـ شوف الـ شوف الـ شوف الاعتذار، انا جاني علمي مش عندي، ما جالكش. فالمساله مش ذاتيه ولد وعمه ولا ذاتيه ولد وابوه، ده المساله فوق ابوي او فوق عمي. من قد جاءني من العلم ما لم يأتي. ولذلك احنا قلنا في القصة سورة الكهف، العبد الصالح عذر موسى ولا ما عذروش؟ مش قال له ايه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما انتش هتصبر علي، لن تستطيع معي صبرة، وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه؟ لانني عندي حاجة مش عندك. فكذلك قال ابراهيم، بيقول لابو ايه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. لأن المنهج مش من عندي، المنهج من أعلى مني ومنك. والصراط السوي هو الذي الطريق الذي يصل إلى الغاية بأيسر إيه وأقصر وقت، أيسر مشقة وأقصر وقت. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان. طب هو الشيطان ممكن يسمع ويبصر، انما ده هو قال له لا، ما لا يسمع ولا يبصر. ام قال لك ما هو الشيطان هو اللي بيسول لك انك تعبد الصنم، يبقى المساله ما ردها لمين؟ الشيطان. بس هو حل للمساله المباشره، هو بيعبد صنم لا يسمع ولا ايه ولا يبصر ولا يغني شيئا. لا ما ده بشهاده كنتم هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون؟ استفهامه لا يستفهم مستفهم مجادل من يجادله عن شيء الا وقد علم ان الجواب لا بد ان يكون في صفه، لانه هو ائتمن على الجواب. يا ابت لا تعبد، يبقى الاول لما تعبد ما لا يسمع ايه ولا يبصر ولا يغني عنك، وبعدين الا تعبد الشيطان، يبقى اذا العباده مرتها الى اغواء الشيطان. اغواء الشيطان بيعبد شجره، يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد قمر. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. عصية مش كده؟ عصية يعني يعصى أوامره بإيه؟ بلدد. يعصى أوامره بإيه؟ مش عاصي، عصي. يعصى أوامره بلدد، ودي مذكورة من امتداد قصة آدم، من امتداد قصة مين؟ قصة آدم. يا أبتي برضو كررها تاني. يا سلام. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كلمة أن يمسك، أولا المس الالتصاق الخفيف مش أن يصيبك العذاب، المس برضو تلطف وياه في المسألة. يمسك أن يخاف بس يجي ناحيتك شوية تراب زي ما تقول كده، ولا الهب بتاع ترابي على إني أخاف أن يمسك. وأخاف يبقى أن أمرك إيه يهمني. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وليا يعني تابع وقريب منه، زي ما يعذب الشيطان إيه تعذب زيه.
يبقى كم يا أبتي؟ يا أبتي إني قد يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الإيه؟ من الرحمن. شوف بقى منطق الداعي إزاي رتب الأمور هذا هذا الترتيب، الترتيب اللي ما يثقلش على أذن الإيه؟ على أذن المجادل، لكن المجادل له لدد. وما دام المجادل، لان بيقول لك إيه، لما تجادل واحد جادله بالتي هي احسن، لذلك بتجادله عشان تخرجه عن فساد هو فيه، وما دام عن فساد هو فيه اشتهى الفساد اولا، ادي واحده، ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيه، فاشتهاه واعتاده، يبقى مصيبتين اتنين مكلبشين فيه الفساد. يبقى لما تيجي عشان تطلعه من الفساد ما تطلعوش بقسوه، زي ما يكون حرير جه على شوك لازم تحتال على ما ايه تسلم الثوبش الحريدة من الشوك، ولما تنهره هتخليه يعرض عنك، يعرض عنك يبقى ما يسمعش كلامك، يسمعش كلامك يفضل على ايه؟ على فساد. جادلهم بالتي هي ايه؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الايه؟ الحسنة. ليه؟ عشان انت تخرجه عما اشتهى، هذه واحدة، وتخرجه عما اشتهى وعما اعتاده بالشهوة، يبقى امرين اتنين ايه؟ متغلغلين فيه. يبقى أنت لازم تتلطف وياه عشان تخرجه مما هو فيه. ولذلك قالوا إيه؟ النصح، يعني كونك تنصح واحد بيعمل باطل بكلمة حق ثقيل، فلا تجعله، فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. قال، يبقى كلام أبوه بقى يجي بقى، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ الأول بقى بده يقول لي أنت يعني راغب أنت عن كذا، كلمة راغبة يختلف معناها إلى المقابل بحرف الجر الذي يأتي بعدها، والرغب في كذا يعني أحبه، وراغب عن كذا يعني كرهه واعتزله، المادة واحدة اهي، رغب في كذا ورغب عن كذا. هو هنا بيقول ايه؟ أراغب أنت عن آلهتي، يعني عايز تعتزل آلهتي وتسيبها، يبقى راغب عن آلهتي يعني ايه؟ تاركها إلى غيرها. هناك آية تانية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يبقى تقال راغب عنه يعني ايه؟ تركه وذهب إلى غيره، أدي رغبة، ورغب فيه أحبه. بس فيه فرق بين أن تحب الشيء وأن تحب الوسيلة للشيء. في واحد يقول لك أنا بحب الله، أنا بحب ربنا، وبعدين تيجي له في منهج ربنا افعل ولا تفعل مقصر، تقول له أنت بتحب ربنا؟ آه، احنا عايزينك تحب الطريق الى ربنا الاول. حب الطريق الى مين؟ الى ربنا الاول. ولذلك القرآن لما جه جاب من يرغب عن ملة ابراهيم، اراغب انت عن ايه؟ عن آلهتي، ما جابش راغب في كذا الا في آية واحدة، هناك ويستفتونك عن النساء قل الله يفتيكم فيهن، وبعدين قال في الكتاب في يتامى النساء، يفتيكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. يبقى عندهم رغبة في مين؟ في النكاح، إنما الوسيلة المشروعة إلى النكاح ما جابوهاش. ما دام لا تؤتوهن أجورهن وترغبون، يبقى ترغبون في نكاحهم، يبقى رغبة الغاية من غير أن تأخذ للغاية الإيه؟ الوسيلة. يبقى أنت عايز تروح للمرأة وتستمتع بها وتتجوزها تدفع لها إيه؟ أجورها، إنما أنتوا عايزين ما تدفعوش الأجور وترغبون في إيه؟ وترغبون في، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.